مساء الخير مشاهدينا الكرام، ارحب بحضراتكم في فتره جديده من التغطيه المفتوحه في استوديو الان، مستمره مع حضراتكم على راس الساعه حتى راس الساعه المقبله. نتناول فيها الملفات المحليه والاقليميه والدوليه، ضربه البدايه بملف محلي افريقي وتحديدا منتدى افريقيا 2018 المنعقد بشرم الشيخ. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية عامل الوقت في إنجاز المشروعات والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن عنصر الوقت يعد أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، ومن الضرورة الحتمية التي تفرض على الدول الإفريقية الأداء السريع. السيسي قال خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ أن عامل الوقت يجب وضعه إذن في الاعتبار كتحد حقيقي، كما أكد أن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية. لمزيد من النقاش حول هذا المنتدى ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الواحد، الخبير في الأمن القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية. مرحبا بك أستاذ محمد. يعني أبدأ معك من ما انتهت إليه ربما الجلسات السابقة بتأكيد أهمية التعاون في الاستثمار، أهمية الاستثمار في البنية الأساسية، وأيضا تمويل القطاع الخاص ليساهم هو بدور كبير في الاستثمار. إلى أي مدى القارة الإفريقية مستعدة وجاهزة وراغبة في مواجهة هذه التحديات من أجل مزيد من التعاون في الاستثمار البيني؟ أهلا بحضرتك يا فندم. أنا شايف المؤتمر بيعتبر واحد من أكبر الفعاليات الاستثمارية في القارة الإفريقية، بيتم خلاله عرض فرص استثمارية متاحة، وده بيساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، من شأنها طبعا توفير فرص عمل لشباب القارة الإفريقية، تشجيع التجارة البينية، تحفيز الاستثمارات، إقامة مشروعات بتقوم على استغلال ثروات القارة من المواد الخام، وبيعتبر كمان فرصة لالتقاء المؤسسات التجارية مع الهيئات الحكومية في أفريقيا، وبيجمع صانعي القرار اللي هم القادة الأفارقة اللي حضروا رؤساء الحكومات مع المستثمرين ومع رواد الأعمال، وبالتالي بيبقى فيه نوع من اكتساب الخبرات السابقة، لأنهم الاثنين أو الطرفين بيبقوا قاعدين في مكان واحد، ويقدر كمان القادة الأفارقة ورؤساء الحكومات إن هم يستمعوا إلى مشاكل التي بتواجه أو التي تعوق حركة الاستثمار. المؤتمر هذا النوع من المؤتمرات الحقيقة بيهدف إلى عرض فرص استثمارية ومزايا، وكل دولة المفروض بتطلع تتكلم عن الفرص الاستثمارية اللي عندها، المزايا التنافسية اللي بتتمتع بيها في العديد من القطاعات استراتيجية الرئيسية والغير مستغلة، كل دولة على حدة، وبتبين كمان الميزة التنافسية، إيه الحوافز اللي هتديها لرجال الأعمال وإيه الحوافز اللي هتديها للمستثمرين، وممكن رجال الأعمال أو القطاع الخاص يلاقي إن دي فرصة جيدة لفتح أسواق جديدة لهم لمنتجاتهم، التعرف على شركاء جدد سواء من بلدان إفريقية أو من خارجها، كما بيتيح كمان هذا المؤتمر فرصة للحكومات أنها تعرض التطورات الإيجابية لمناخها الاستثماري، وإيه الإصلاحات القانونية والتشريعية والتنظيمية اللي تبنتها وفرص الاستثمار لديها والحوافز الممنوحة للمستثمرين. في رأيك يعني أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في هذا الموضوع، والتي على الدول الإفريقية كحكومات وأيضا كقطاع خاص التصدي لها؟ لا شك أن بلدان الكوميسة كلها بتواجه العديد من التحديات الخاصة بعملية جذب الاستثمار، وأنا شايف أن التحدي الأكبر اللي بتواجهه هو الترويج للفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين لمنطقة الكوميسة وإفريقيا، وتغيير الصورة الذهنية السلبية. في صورة ذهنية سلبية لدى مجتمع الأعمال ومجتمع المستثمرين حوالين أفريقيا، طبعا دي سببها المعالجات الإعلامية الخاطئة التي تتناول مشاكل القارة وتعظم من هذه المشاكل. هذه الصورة السلبية يعني في أي منطقة أستاذ محمد تقصد؟
في معظم في دول افريقيه كثيره جدا يعني في لا يعني من لديه من يحمل الصوره السلبيه؟ هل الدول الافريقيه تحمل عن بعضها البعض صوره سلبيه ام هي صوره سلبيه خارج القاره الافريقيه تقصد؟ خارج القاره الافريقيه. نعم. خارج القاره الافريقيه وطبعا بعض الدول. على فكره كلمه افريقيا يجب الا ناخذها على انها دوله. افريقيا مختلفه تماما، كل دوله لها ثقافتها المختلفه عن الدوله الجار، وكل اقليم مختلف، حتى داخل الدوله نفسها تلاقي عادات وتقاليد مختلفة لمناطق الشمال غير مناطق الوسط، طبقا للطبيعة القبلية وطبقا للتعدد الديموغرافي للسكان نفسه. فكل دولة مختلفة عن الدولة. في طبعا في تحديات بيصدروا ان في فساد في الدولة، في الاعتمادات البنكية ضعيفة، عمليات المحسوبيات لصالح القبيلة وصالح الأسر الحاكمة، اكيد في مخاطر هناك أمنية كثيرة جدا. ولكن في دول كتيرة جدا بتقدر انها تقدم افضل عوائد استثمارية وعملت اصلاحات فعلا حقيقية، وكانت اصلاحات جريئة كمان. يعني حتى العنوان بتاع المؤتمر اسمه القيادات الجريئة، لا كان في دول عملت اصلاحات جريئة وبتقدم افضل عوائد استثمار. في دول كتيرة شرعت العديد مثلا في تنفيذ برامج اصلاحات هيكلية هدفت منها انها تخلق بيئة استثمارية وتجارية مشجعة لمشاركة القطاع الخاص. نعم. والمعوقات بقى اللي حضرتك بتتكلميني عليها دي بتقلل من مساحة السوق. يعني احنا لما نيجي نتكلم على السوق الافريقية هي سوق واسعة، يعني دول الكوميسا لو حسبناها نلاقي حوالي 13 مليون كيلو متر مربع، لكن في الواقع انها سوق متواضعة بسبب المعوقات اللي احنا كنا بنتكلم عليها. والمعوقات دي مش اصلاحها داخل الكوميسا فقط، ده كان في مؤتمر قمة الإفريقي من تقريبا من أسبوعين تحدث عن، كان القمة عنوان القمة هو الإصلاح المؤسسي والمالي داخل الاتحاد الإفريقي. صحيح. وكان مسؤول عنه بولكا جامي، يعني أصدر حتى تقرير وكان يترأس لجنة بهذا المعنى. تمام. لكن أنا فعلا عندي مشاكل أنا بحاول إن أنا أحلها. عندي مشاكل بأمانة في البنية التحتية الضعيفة، عندي مشاكل في مرافق النقل محدودة. في الدول الإفريقية بلدان كتيرة جدا بنسميها بلدان حبيسة. حبيسة يعني بلدان غير ساحلية، ما لهاش منافذ على الساحل، فعشان تنقل لها سلع أو بضائع تكلفة النقل هنا بتبقى غالية جدا. في أنظمة مصرفية متواضعة، يجي المستثمر لما يجي عايز يصدر أو يستورد من الدولة الإفريقية، فكرة الاعتمادات البنكية مش موجودة في ثقافتها. هو يقول لك أنا بدفع الفلوس كاش، مفيش حد في الدنيا هيعمل كده. في حواجز جمركيه موجوده، الحواجز سوري غير جمركيه، ده بيخلي السوق الجغرافي الواسع بمستوى الاقتصاد المتواضع. لا شك ان في مخاطر قلنا موجوده، ولكن المخاطر دي بتتضاءل طبعا مع تحرير الاقتصاديات وتنويعها. كمان بلدان الكوميسا بامانه عندهم مؤسسات خاصه بتامين الاعمال، انا ممكن امن على الاعمال ضد المخاطر. على سبيل المثال مثلا في عندي الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة اللي هي الـ ATI ديت، ودي مقرها في كينيا. دي إحدى المؤسسات بتاعت منظمة الكوميسا وبتعتبر وكالة ائتمان للصادرات الإفريقية، توفر كل منتجات التأمين اللي حضرتك تتخيليها هتلاقيها موجودة في الـ ATI. الدول الكوميسا كلهم تقريبا يعني برضو مشاركين في وكالة ضمان الاستثمار اللي هي متعددة الأطراف اللي هي الـ MIGA، كلهم مشاركين فيها، كلهم مشاركين في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وكلهم أعضاء في البنك الدولي. يعني على قد ما في مخاطر ولكن في إصلاحات جايز تكون ضعيفة، لكن ماشيين في طرق إصلاحات يعني. نعم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد الواحد الخبير في الأمن القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية. حول ذات الموضوع ينضم إلينا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. مساء الخير دكتور هشام، أهلا بك في استوديو الآن. يعني الحديث طوال الوقت عن أهمية تعزيز الاستثمار في الدول الإفريقية والتجارة البينية، هو الحقيقة حديث قديم يعني منذ عقود، وهذا الحديث يثور عن أهمية زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية. لا يصح أن يكون هذا العدد الكبير من الدول الإفريقية، هذا العدد كبير من المواطنين والسوق الإفريقية الواسعة، ويكون حجم التجارة من 10 إلى 15% فقط. ولكن دكتور هشام،
ألا يعد تشابه لاقتصادات الدول الإفريقية إلى حد ما؟ ربما نستثني 5-6 دول اقتصاداتها مختلفة، لكن معظم الدول الإفريقية تعاني من تشابه البنية الاقتصادية، ضعف هذه الاقتصادات، تشابه الميزات التنافسية فيها. ألا يعد أحد العوائق لكي تزيد التجارة البينية بين هذه الدول، بين بعضها البعض؟ مساء الخير استاذة دينا، تحياتي لحضرتك في البداية وللسادة المشاهدين. متفق مع حضرتك تماما انه مفيش تنسيق واضح فيما يتعلق بالتشريعات في اوتو سمارت داخل القارة الافريقية. مفيش تنسيق فيما يتعلق بالسياسات المتبعة والخاصة بالسمارت. كل ده بينتج عنه انه ما يتم انتاجه ليس قابل للتنقل او التبادل فيما بين الدول. مؤكد ايضا انه القاعدة الانتاجية ضعيفة للغاية في معظم الدول الافريقية. ما يتم تصديره اما انه مقتصر على المادة الخام او انه سلع شبيهة موجودة في بعض الدول الاخرى، وبالتالي حجم التبادل التجاري ضعيف للغاية. اتصور انه محتاجين نتعامل او نعمل على هذه الاصول علشان يكون في مزيد من حجم التبادل التجاري فيما بين الدول الافريقية. هل مشكلة ان الدول الافريقية بتعتمد بالاساس على المواد الاولية والمواد الخام وليس سلع كاملة التصنيع؟ هي مشكلة ما زالت موجودة، ما زالت يعني خطيرة كما كان الأمر من قبل؟ بالتأكيد، لكن خلينا الحقيقة وإحنا نتحدث عن الاستثمارات داخل القارة الأفريقية، الحقيقة الدول الأفريقية ليست كلها كبعضها البعض. واقع الأمر أنه هناك في بعض الدول اللي بتخطو خطوات حثيثة نحو التقدم الاقتصادي، معدل النمو الاقتصادي بيسير بوتيرة متسارعة داخل هذه الدول، على عكس دول أخرى زي مين تعاني مشاكل اقتصادية كبيرة. وبالتالي الحقيقة اللي احنا محتاجين زي مين يا دكتور؟ يعني الدول التي تحقق، يعني الوزيرة سحر نصر ذكرت انه بعض الدول وصلت ل 3.5% في 2018 ومتوقع توصل لاكثر من 4%، وانه في 6 دول افريقية يعني احتلت قائمة العشر اقتصاديات الاسرع نموا هذا العام. عن اي دول افريقية نتحدث؟ ده صحيح، احنا بنتحدث عن غانا، بنتحدث عن السنغال. الحقيقه في بعض الدول اللي هي معدل النمو الاقتصادي فيها خلال السنوات المعدوده، لو بنتكلم من عامين لثلاثه اعوام، اتصور انه معدل النمو الاقتصادي قد يقفز لما هو ما بين 5.5 و6% في عدد من الدول الافريقيه. مهم قوي انه يكون في مزيد من التقارب مع هذه الدول، لانه الدول اللي بتنمو بوسيله متسارعه ده مؤكد انه درجه اندماجها في الاقتصاد العالمي ستكون متسارع، وبالتالي مساله التعاون معها قد يؤدي لمزيد من الاستفاده لكلا الجانبين. مؤكد ايضا الدول الاخرى تحتاج لمزيد من المساعده، وبالتالي الحقيقه محتاجين نركز ايضا على انه مصر مهم في الوقت الحالي انها تلعب دور هام في الاصلاح الاقتصادي داخل الدول الافريقيه بعضها البعض. مهم قوي انه مصر تزيد من حجم علاقاتها والتعاون الاستراتيجي فيما بين مصر وعدد من الدول الكبرى. بالتاكيد الصين في مقدمه هذه الدول اللي هي رصده مبالغ كبيره لادراج السوق الافريقي من بين الاسواق الهامه على المستوى الدولي، كي يكون جاهز ان يلعب دور مهم في حركه التجاره الدوليه وحركه النمو الاقتصادي. وبالتالي مصر من خلال علاقتها مع الصين اتصور انها قادره ان تلعب على هذا الدور، لكن مهم قوي انه يبقى مجتمع الاعمال في مصر لديه هذا الطموح. الحقيقه مشكلتنا في مصر في الوقت الحالي انه مجتمع الاعمال ما زال سقف طموحه محدود للغايه، ولا ينظر الى افريقيا. دكتور هشام، صحيح مش بس افريقيا لكن كمان الحقيقه داخليه، والحقيقه ده سببه ايه؟ اكثر استغرابا انه مجتمع الاعمال ما زال لم يتحرك، على اعتبار ان احنا ما زلنا بنعيش في فتره 2011 2013. وقع الامر انه الظروف الاقتصاديه بتتغير كثيرا. الحكومه مش بس الحكومه الحاليه لكن الحكومات المتعاقبه خلال السنوات الاربع الماضيه الحقيقه بذلت مجهود كبير للغايه في اطار الاصلاح الاقتصادي. طب ايه سبب هذا التخوف دكتور هشام، او الاحجام يعني عن الاستثمار؟ الحقيقه لا، قد يكون هناك في بعض الامور ممكن انها تكون مفهوم انه مجتمع الاعمال بيقول انه الدوله هي اللي بتلعب الدور الاكبر في الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي، وبالتالي احنا مش هندخل ننافس الدوله. لكن هو دوما الرساله اللي دايما بيتم التاكيد عليها حتى من جانب الحكومه انه احنا بنغطي فجوه، وحينما يتقدم مجتمع الاعمال مؤكد انه دور الحكومه هيتراجع. الدور اللي بتلعبه الحكومه خلال الفترات الماضيه هو في اطار البنيه الاساسيه، اللي هي لم يكن يوم حديث عن استثمارات بدون بنيه اساسيه قويه، واللي قامت بيه الدوله خلال السنوات الماضيه الجزء الاكبر منه بيندرج في اطار البنيه الاساسيه اللي هو بنقول عليه استثمار اولي، استثمار مفترض انه ياتي عليه استثمار من مجتمع الاعمال. وبالتالي الحقيقه
وجهه نظر مجتمع الاعمال المائيه للقطاع الخاص هتتصور انها محتاجه مراجعه كبيره، لكن كمان محتاج انه الحكومه تعطي مزيد من الثقه لمجتمع الاعمال وتؤكد مرارا وتكرارا على انه القطاع الخاص هو المفترض انه يلعب الدور الاكبر في النشاط الاقتصادي. يعني على ذكر النقطه المتعلقه بانه نظر مجتمع الاعمال المصري لا يتوجه الى افريقيا، على المصريين يعني المصريون ايضا دكتور هشام يبدو انهم غير مهتمين غير مقدرين لاهميه البعد الافريقي والقاره الافريقيه. على سبيل المثال السياحه مثلا، هناك دول افريقيه عديده يعني سياحيه بامتياز، لا نرى يعني مصريين كثر يهتمون بالسياحه الى افريقيا، ولا نرى سياح افارقه يعني كثيرين في مصر. هذه النظره ما سببها؟ كما اشرنا انه الحقيقه مجتمع الاعمال المصري ما زال سقف طموحه ضعيف للغايه. لا مش بس مجتمع الاعمال، بتحدث عن المصريين بشكل عام يعني كشعب كمجتمع. ما بنحطش افريقيا في وجهه نظرنا في نظرنا. ما بنروحش يعني ما بنسافرش الدول الافريقيه كسياحه رغم ان فيها دول سياحيه رائعه. لا خلينا نؤكد على ما يتعلق بالمواطن للسفر للخارج في اطار السياحه، تصور انه هيكون لديه بدائل متعدده. ومؤكد الظروف الاقتصاديه اللي بتحدث حولنا من بعض الدول من انخفاض قيمه عملتها، مؤكد انه ده بيجعل السياحه اكثر جذبا في هذه الدول. يعني التركية التركيه اللي انخفضت بشده خلال الفترات الماضيه اصبحت منافس بقوه للسياحه التركيه. دي امور كلها مفهومه في اطار ما يحدث من تغيرات على مستوى الاقتصاد الاقليمي. لكن الحقيقه موضوع انه السياحه المصريه تذهب للدول الافريقيه بالتاكيد هيكون مساله هامه للغايه، واتصور انه سوف تجعل هناك تقارب فيما بين الشعب المصري والشعوب الافريقيه. وخلينا نشير لي ايضا منتدى شباب الاعمال اللي بالتاكيد الشباب الافريقي بيكون حاضر بقوه في مثل هذه المنتديات، مؤكد انه ده ايضا هيكون جسر او قناه للتواصل فيما بين الشباب المصري والافريقي. مؤكد انه في خطوات بتتم جيده، وان كان الحقيقه ما زال هي يمكن في طورها الاول، لكن يمكن البناء عليها خلال الفترات القادمه. لكن تاني او عايز اكد على انه مجتمع الاعمال الحقيقه المصري يحتاج لقائد. المهم قوي انه الدوله تعطي مؤشرات لمجتمع الاعمال كي يتحرك، لانه الحقيقه ما زال حركته بطيئه للغايه لا تسير بنفس وسيله تحرك الاقتصاد المصري. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار. ايضا تنضم الينا حول ذات الموضوع دكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي سابقا وعضو المجلس القومي للمراه. مساء الخير دكتوره ناديه. يعني النقطه المتعلقه بتمكين المراه سواء في الاستثمار او في اقتحام مجال رياده الاعمال او حتى في التجاره الالكترونيه، المرأة الإفريقية وكذلك المرأة المصرية كانت نقاط حاضرة بقوة في جلسات منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ. يعني روشتة من حضرتك لتمكين المرأة بالفعل في هذه المجالات. طيب هو بالتأكيد طبعا الـ sustainable أو التنمية المستدامة 2030 ركزت على المرأة بالذات وإزاي إن احنا نقدر نعمل لها تمكين في مجال ريادة الأعمال، في المجال الاقتصادي الاجتماعي السياسي، إنها تتبوأ مناصب عليا. كل ده وما كانش مجرد كلام، لا فعلا ابتدينا من سنة 2017 سيادة الرئيس كان لها سنة المرأة، ابتديناها بإن في محافظة ست تقلدت موقف منصب المحافظة، في 8 وزيرات حضرتك شايفاهم في الوقت الحالي، رؤساء المراكز والمعاهد البحثية ما كانش عندنا غير عدد لا يتخطى 3 مثلا أو 4، دلوقتي في عدد كبير منهم. بالرغم من إن لو إحنا بصينا إيه اللي بيخلي أي واحد يتبوأ منصب ليدرشيب أو يكون منصب إداري عالي، لا يمت أبدا بالعضلات القوية أو بكونه راجل أو بكونه ست. فالمواصفات بتنطبق على الاثنين، المسؤولية، ازاي اقدر ان انا افكر خارج الصندوق، ازاي اقدر اعمل في تيم وورك، ازاي اقدر يكون ليا تأثير على المكان اللي انا بعمل فيه. فلو احنا خدنا على هذه المواصفات هنلاقي ان الستات زيهم زي الرجالة. فالحقيقة ابتدى في مناصب لرؤساء المراكز البحثية والجامعات والعمداء
عالي كتير جدا. عندنا 20% من برلمانيات سيدات، عندنا رؤساء مجالس علمية كتير سيدات. كل ده في مصر، وأكيد ده كله بينطبع على المرأة الأفريقية، لأن المرأة المصرية هي مرأة أفريقية في الأول والآخر، كما إنها رائدة دايما وهي مثال للسيدات الأفريقيات. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا وعضو المجلس القومي للمرأة.